اللي في الصورة دي اسمها آية، وقعت في عيلة أقل وصف ليها إنهم عصابة أو شياطين، قدروا يوصلوا آية من كده لكده، وباقي قصتها صعبة جدا لحد ما ماتت. وحقيقي كل تفصيلة في قصة آية لما تسمعها هتلاقي نفسك لوحدك وبشكل تلقائي هتدعي لها. 2013 في مصر، وتحديدا في منطقة عين شمس، آية من عيلة محترمة جدا وحاصلة على بكالوريوس التجارة، وأوصاف آية إنها بنت جميلة جدا، كل الناس اللي تعرفها بتشهد لها بالأخلاق والاحترام، وبسبب كده كان بيتقدم لها عرسان كتير جدا، لكن النصيب وقعها في أيمن اللي كان بيشتغل مع والد آية في نفس المصنع. وبرغم ان ايمن كان معاه شهادة ابتدائية بس، لكن آية وافقت عليه كزوج، وده علشان خاطر والدها وافق عليه. ومن هنا كانت بداية قصة آية. ايمن اتجوز آية، وكان كلام والد آية عليه انه شاب محترم وبنى نفسه بنفسه وانه مكافح، ودي كانت الصورة اللي ايمن مصدرها لوالد آية، وكان مصدرها لمعظم الناس اللي ما يعرفوش ايمن كويس. وبعد جوازهم ايمن منعها من النزول تماما، ومنعها من كل وسائل الاتصال مع اي حد، لدرجة ان والدة آية ما شافتهاش من ساعة جوازها ولمدة 4 سنين، وكانت وسيلة التواصل الوحيدة هي والد آية اللي كان بيزورها مرة واحدة بس في الاسبوع، وفي كل زيارة كان بيسيب لها فلوس علشان تصرف منها، لان والد آية كان ملاحظ ان الظروف المادية لأيمن وآية ضعيفة جدا. وبعد ما كان والد آية بيخلص الزيارة كان بيروح على البيت ويبلغ والدتها بكل حاجة ويطمنها ويعرفها كل تفاصيل آية وعايشة ازاي. وكان دايما والد آية بيطلب من والدتها انها ما تروح لهاش على البيت او ما تحاولش زيارتها، لان ده كان بيضايق اهل ايمن وكان بيضايق ايمن شخصيا، وده لان والد آية كان شخص طيب جدا. والحقيقة مش بس هو اللي طيب، دي عيلة آية كلها ناس طيبين ومحترمين، وهنعرف دلوقتي ليه. والد آية كان كل ما بيسيب لها فلوس كان اهل ايمن هم اللي بياخدوها وبيعيشوا بيها، وده اللي كان مخلي الحياة مستقرة نسبيا بين ايمن وآية خلال ال4 سنين دول، وخلالهم كمان آية خلفت طفلين زياد ومي. وبعد مرور ال4 سنين دول والد آية توفى، واتقطعت معاه كل سبل التواصل مع آية، واتقطعت كمان معاه الفلوس اللي كان بيسيبها لآية في البيت. ومن اللحظة دي ما بقاش فيه اي نوع من انواع التواصل بتحصل بين آية وبين اهلها. ولما مرة والدة آية حاولت تتواصل معاها باي شكل من الاشكال، عيلة ايمن هددوها بانهم هيعملوا معاها مشكلة، لكن لحد اللحظة دي ما كانش مفهوم هو ايه هو حجم المشكلة اللي ممكن تعمله اهل ايمن مع عيلة آية او مع آية شخصيا. وهنا لازم نتعرف على عيلة ايمن. البطلة الكبيرة هي امه، ودي كان اسمها زينب وشهرتها فرنسا، واخوه كان عاطل وشغال في تجارة المخدرات، وزوج الام اللي ما كانش حد عارف اصلا هو شغال ايه، والمفاجأة عشيقة ايمن اللي كانت عايشة معاهم في نفس البيت. فكل العيلة دي كانوا متجمعين في نفس الشقة اللي عايشة فيها آية، كانوا بيعاملوا آية أسوأ معاملة، وكانوا بيتعاملوا معاها إنها شغالة عبد عندهم بتنفذ طلباتهم وتشوف احتياجاتهم إيه، وكانوا بيتبادلوا تعذيب آية بينهم. وكانت عشيقة أيمن بتكره آية جدا، وكانت بتساعدهم في تعذيب آية بكل الطرق اللي ممكن تتخيلها أو ما تتخيلهاش. ومن أقل طرق التعذيب اللي كانوا بيعملوها في آية إنهم كانوا بيخلوها تزحف على الأرض ببطنها قدام عيالها، وكمان كانوا بيخلوها تعمل حمام على نفسها، وكانوا بيشتموها بأصوات عالية لدرجة ان الجيران كانوا على طول بيسمعوا شتايم آية وتهزيق آية وتعذيب آية. وكانت دايما ام ايمن اللي هي زينب واللي شهرتها فرنسا كانت دايما بتفكر في طرق جديدة ازاي تعذب بيها آية، كانت بتتلذذ وتستمتع لما بتشوف آية بتتعذب قدامها. وكان الجيران لما بيسمعوا اصوات الشتايم او الضرب كانوا ما بيتدخلوش على اعتبار انها خلافات عائلية، لان ما كانش حد فيهم متخيل ايه اللي بيحصل جوه الشقة. لحد ما في يوم وصل رسالة لآية انها لازم تروح على التأمينات الاجتماعية علشان تصرف مبلغ مالي اتحدد لها بعد وفاة والدها، والمبلغ ده كان 3000 جنيه، ودي المرة الوحيدة اللي وافق ايمن فيها وعيلته ان آية تنزل من البيت علشان تصرف المبلغ ده. وبعد ما آية راحت وخدت الفلوس رجعت على طول على البيت، وفي نفس التوقيت ده والدة آية
آية ما كانتش عارفة عنها أي حاجة وما تعرفش خالص التعذيب اللي كان بيحصل لبنتها. آية بعد ما خدت 3000 جنيه حطتهم في البيت عادي، وتاني يوم اكتشفت إن الفلوس مش موجودة وعرفت إن أيمن جوزها هو اللي خدها. ولما واجهته وسألته عن الفلوس حصلت بينهم خناقة كبيرة وضربها أيمن جامد جدا لحد ما وصلها للمرحلة دي. واحدة من جيران آية واللي كانت متعاطفة معاها جدا شافتها بالصدفة بالشكل ده فصورتها صورة وبعتت الصورة دي لوالدة آية وطلبت منها إنها تتدخل بسرعة وتعمل محضر علشان تنقذ آية من العيلة دي. لكن وبطريقة مش معروفة انتشرت صورة آية على شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة كبيرة جدا، لدرجة إن بقى في ناس كتير بتسأل عن آية وعايزة تطمن عليها. والدة آية فعلا راحت على الشرطة علشان تعمل محضر تتهم فيه أهل أيمن إنهم بيعذبوا بنتها باستمرار. لكن للأسف القانون بيقول إن الشخص المتضرر هو اللي لازم يجي يعمل محضر بنفسه، وإن كمان ما ينفعش الشرطة تحكم من خلال صورة، لأن ممكن شخص يكون عامل ميك اب ومخلي شكله وكأنه مضروب. لكن المفاجأة إن والدة آية اكتشفت إن عيلة أيمن عاملين فيها محضر بالسب والقصف والشتائم وعاملين فيها بلاغ بعدم التعرف، فاكتشفت والدة آية إنها فعلا قدام عصابة. وفي نفس الوقت ده آية عرفت تهرب من البيت وتروح على بيت والدتها وحكت لها على كل حاجة حصلت فيها. لكن آية ما كانتش قادرة تتصرف براحتها لأن أهل أيمن كانوا بيهددوها دايما بحاجات صعبة جدا، لدرجة إن أيمن لما عرف إن آية هربت وراحت عند والدتها راح لها على البيت علشان يطلب منها إنها ترجع معاه تاني. ولما آية رفضت هددها بإن هو هيقتل أخوها ويشوه أمها. وطبعا آية لأنها عارفة إنها في وسط عصابة كانت خايفة فعلا على أخوها وعلى والدتها، وعشان كده رجعت تاني مع أيمن على البيت. وهنا نعرف سبب سكوت آية دايما كان ليه. نرجع تاني للصورة دي. لما الصورة دي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أم أيمن اللي هي زينب وشهرتها فرنسا كانت دايما بتفكر إزاي تحل الموضوع ده، فاستنت كام يوم لحد ما أثار الضرب على وش آية يهدى، وعملت لها شوية ميك اب علشان وشها يهدى، وأمرتها تحت التهديد إنها تصور فيديو وتكذب فيه كل كلمة قالت عنها وكمان تكذب أهلها وأقرب الناس ليها اللي هي والدتها. وفي الفيديو واضح جدا إن في حد كان واقف لآية ورا الكاميرا عمال يهددها وهي بتتكلم، ونظرات عينيها لوحدها بتوضح وبتقول ده. لكن بعد موقف انتشار الصورة بالشكل ده أم أيمن بدأت تفكر إزاي تتخلص من آية. والحقيقة مفيش سبب واضح لكم الاستعباد والعذاب اللي كانت عايشة فيه آية، لدرجة إن أيمن كان بيخون آية قدامها، كان بيمارس الجنس مع عشيقته قدام آية في نفس البيت. نفس جارة آية اللي كانت متعاطفة معاها جدا لاحظت اختفاء صوت آية تماما واختفاء الخناقات وما بقاش فيه صوت للعيلة، وبدأت تحس إن العيلة دي قتلت آية، لكن ما عندهاش دليل يقول كده. وكان من كتر ما هي متعاطفة مع آية كانت بتحاول تسمع أي حاجة علشان تطمن على آية، لحد ما سمعت بودانها إنهم عايزين يتخلصوا من جثة آية، لكن كان عندهم شوية مشاكل هنعرفها كمان شوية. وجارتها كمان بدأت تلاحظ تصرفات غريبة من عيلة أيمن، زي إن أمه كانت بتقعد قدام البيت تولع في الخشب بطريقة مبالغ فيها وكأنها عايزة تداري على ريحة معينة. لكن والدة آية ما كانتش متخيلة إن ممكن الناس دي تعمل في بنتها كده. لكن الجارة لما سمعت إنهم عايزين يتخلصوا من آية اتجهت بسرعة على اسم الشرطة وعملت بلاغ واتهمت فيه العيلة إنهم قتلوا آية. وقوات الشرطة اتحركت بناء على البلاغ ده في آخر لحظة، وفعليا هي كانت آخر لحظة وهنعرف ليه. الأمن وصل لبيت أيمن وخبط على الباب ولاحظوا وجود ريحة كريهة طلع من البيت، لكن ريحة البخور والخشب المحروق اللي بره كان مداري شوية على الريحة. وقوات الأمن لاحظت وجود سجادة ملفوفة بطريقة غريبة جنب التلاجة في البيت وطالع منها ريحة غريبة. فلما قوات الأمن قربت على السجادة وفتحتها اكتشفوا ان جوه السجادة موجود جثة آية ملفوفة بكيس بلاستيك، وتم إصدار الأمر بالقبض على كل العيلة قبل ما يكملوا بقية المخطط. وعلشان كده قل ان قوات الأمن اتحركت على آخر لحظة. العيلة دي قتلوها ازاي وكانوا هيعملوا ايه؟ واللي حصل ان في خناقة حصلت ما بين آية وبين والدة أيمن، والخناقة دي احتدت شوية فأم أيمن جابت حديدة وضربت آية على رأسها، وبعدها أخو أيمن العاطل مسك سكينة وضربها في بصرها.
بطنها، ولما ماتت ووقعت على الارض بدأوا يفكروا هيتخلصوا من الجثة دي ازاي. وللعلم كل التفاصيل دي حصلت قدام ولاد آية. جريمة القتل حصلت يوم الخميس بالليل، وقعدوا يوم الجمعة كله يفكروا هيتخلصوا ازاي من الجثة. وكان القرار ان هم يلفوها في كيس بلاستيك وبعدين يلفوها جوه سجادة علشان ريحتها ما تطلعش بسرعة، وتاني يوم هينقلوها بالعربية لمكان بعيد ويحطوا معاها ذهب وفلوس وينزلوا يعملوا بلاغ في اسم الشرطة ان آية هربت وسرقت معاها الذهب والفلوس. العيلة ما عرفتش تنفذ الخطة لان العربية بتاعت ايمن كانت بايظة، فقرر ان هو هيصلح العربية تاني يوم وبعدها يجوا بالليل علشان ينقلوا الجثة. وبالصدفة ولان جارة آية سمعت التفاصيل دي وبلغت عنهم، فتم القبض عليهم في البيت وجثة آية لسه في البيت قبل ما يكملوا بقية المخطط بتاعهم. والشاهد اللي قال كل حاجة قدام النيابة هو ابن آية الطفل الصغير زياد، اللي حكى كل حاجة حصلت قدامه هو واخته في والدتهم آية. وحقيقي لما تسمع قصة آية وتشوف التفاصيل والعذاب اللي تعرضت له مفيش حاجة هتقولها غير ربنا يرحمك وربنا ينتقم من أيمن ومن عيلته واحد واحد. سلام عليكم.